يقول أنه دخل علينا في قريتنا مجموعة من الشبيحة والجيش النظامي السوري، يقول عدد كبير منهم، فجمعوا أهل القرية كلهم وبدأوا النساء والرجال والصغار والشباب وكبار السن وبدأوا يعزلونهم، هذا للقتل، هذا للاعتقال، هذا للاغتصاب، هذا كذا. يقول وأحدهم كان شديد السخرية بنا، حتى كان يضرب على الوجه وعلى اللحية وعلى إهانة لم نتحملها. يقول رفع رأسه هذا الرجل وإذا في خرقة أو قطعة قماش مكتوب فيها يا الله مالنا غيرك يا الله. يقول فأخذ القهقه بشكل كبير وقال لهم يلا فين الله هذا خلوه ينصركم، فين الله خليه. يقول والله العظيم قسما بالله، يقول والإخوة شهود إنه ما أتم كلمة إلا رصاصة طائشة تضرب عنقه ويسقط أمامنا. يقول فكبر الناس، يقول أرجوك رجائي شيخا ترويها لناس، يقول والله عشناها نحن بأنفسنا. فقلت سبحان الله، يعني الله تعالى قريب، الله يسمع ويرى، والله قادر ينصر يعني عباده بكون فيكون، لكن الله حكمة عز وجل. يعز المطلوب أو